الموسم الثالث عبقرة العائلات مباراة جميلة جدا ودمها خفيف الحقيقة. أنا مستمتع بيها جدا وهفكركم بالنتيجة. عيلة حمودة منيا القمح الشرقية 70، عيلة الدسوقي نزهة الجديدة القاهرة 60. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. مدام هند ومدام سمر، مدام سمر ومدام هند. عجبني جدا مصطفى كان بيديك التعليمات في الفاصل، بيقول لك يا ماما ايه، حاولي ما تتوتريش وما تقوليش بس جاوبي، لازم تجاوبي ان شاء الله. هو اللي حطك تحت الضغط مش انا، ماليش دعوه. مدام سمر حضرتك اتفضلي عند سليم، هتسمعي اغنيه وترجعي لنا تاني. اتفضلي مدام هند، تعالي مكاني. اتدربتي على تحت الضغط في البيت ولا لا؟ لا الحقيقه ما دربتهم هم. دربتيهم وهنشوف المدرب بقى هيتصرف ازاي. ربنا يستر. احساس الخوف ده عجبني جدا، انا اكتشفت انها شرير. لا بالعكس. تمام. تحت الضغط كاونتر. الى اي عصر ادبي ينتمي الشاعر ابو النواس؟ جاهلي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة هندوراس؟ جمهوري. صح. مطرب لبناني صاحب اغنية دار يا دار؟ وديع الصافي. صح. ما هو أصغر كواكب المجموعة الشمسية؟ عطارد. صح. كم عدد حروف كلمة انضباط؟ 7. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة الجزائر؟ دينار. صح. في أي دولة أوروبية تقع مدينة كومو؟ إسبانيا. غلط. فنان مصري قام بدور مسعود في مسرحية المتزوجون، من هو؟ سمير غانم. صح. ما هي عاصمة دولة سنغافورة؟ باص. كم مرة حصل النادي الزمالك على الدوري المصري كرة القدم حتى عام 2020؟ 2. غلط. كم إجابة صح؟ 5. من كم سؤال؟ من 9. برافو عليك، تعالي مكاني. والعاشر انت قلتي إجابة، حذفت إجابة. 2. أي حاجة. كم مرة؟ جايز. جايز يحصل. مع إنه مستحيل. حدش عارف. سليم، عايزين مدام سمر تنضم لينا. هنشوف مدام سمر هتعمل إيه. الموقف دلوقتي بقى صعب. دكتورة سمر، عايزة تعرفي مدام هند عملت ايه ولا لا؟ اوكي اعرف. 5 اجابات صحيحة من 9 اسئلة. السؤال العاشر ما لحقتش اقوله. تمام. عايز الاجابات بصوت واضح، اتفقنا؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. الى اي عصر ادبي ينتمي الشاعر ابو نواس؟ الجاهلي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة هندوراس؟ جمهوري. صح. مطرب لبناني صاحب أغنية دار يا دار، فمن هو؟ وديع الصافي. صح. ما هو أصغر كواكب المجموعة الشمسية؟ عطارد. صح. كم عدد حروف كلمة انضباط؟ 6. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة الجزائر؟ الدينار. صح. في أي دولة أوروبية تقع مدينة كومو؟ اليونان. غلط. فنان مصري قام بدور مسعود في مسرحية المتزوجون، فمن هو؟ سمير غانم. صح. ما هي عاصمة دولة سنغافورة؟ سنغافورة باص. كم مرة حصل نادي الزمالك على الدوري المصري كرة القدم؟ غلط. تفضلوا. تفضلي يا مدام سامر. كم إجابة صح؟ عدت. 6 إجابات صحيحة في 30 نقطة و10 نقط هدية من مدام هند. على سؤال واحد بس. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. لأي عصر أدبي ينتمي الشاعر أبو نواس؟ عباس. أيوة، متشكر جدا. أنتوا الاثنين قلتوا العصر الجاهلي. عباس. وبعدين السؤال السابع، في أي دولة أوروبية تقع مدينة كومو؟ في إيطاليا. السؤال التاسع، ما هي عاصمة دولة سنغافورة؟ قلتي سنغافورة. تعرفي لو قلت سنغافورة وسكتي كنت هقول لك صح، بس قلتي سنغافورة باص. ما كانش ينفع احسبها. كم مرة حصل نادي الزمالك على الدوري المصري لكرة القدم حتى عام 2020؟ كم مرة يا أحمد؟ 12. بالظبط كده يا أحمد، ده سؤال ليك أنت، 12 مرة. هنشكر مدام هند ومدام سمر، مدام سمر ومدام هند، اتفضلوا. نحييهم هما الاثنين. حقيقة. تعالوا نشوف النتيجة بقت كام؟ عيلة الدسوقي كنتوا كام يا مدام هند؟ 60. و25 نقطة بقيتوا؟ 85. عيلة حمودة كنتوا كام؟ 70. وكم إجابة صح؟ 36 نقطة و10 نقط دية بقيتوا
110. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. مدام هند ومدام سمر، مدام سمر ومدام هند، 25 نقطة لعيلة واحدة بس، 85 و25 110 اتعادلتوا، 110 و25 135 تتقدموا. السؤال الأول، فنون، فنانة راحلة قامت بدور مادي في فيلم النضارة السوداء، خطفت منك البزر، إجابتك نادية لطفي. نادية لطفي الهدف الأول. طبعا نادية لطفي عن رواية حسين عبد القدوس ومن إخراج حسام الدين مصطفى. مدام هند هارد لك، مدام سمر خطفت البزر، برافو عليك، هدف بلا مقابل. هتكتبي، اتفقنا؟ وانت كمان هتكتب. مدام هند هاخد اجابتك ومدام سمر هاخد اجابتك، اتفقنا؟ سؤال تاني، معلومات عائلية، فرح الوالد والوالدة كان فين؟ فرحهم كان فين؟ يعني في المنطقة ولا؟ في المنطقة، في القاعة، في بلد، كان فين؟ مكان مكان. طيب مدام هند كان فين؟ في الشارع. في الشارع، مريم برافو عليك، في الشارع فعلا. كان حلو جدا، كانت روحه حلوه قوي جدا، كان عند بيتنا بقى القديم الناس كلها كانت بتحلف بيه بعد ما خلص. اجمل الذكريات طبعا، جدا جدا، كل شويه بتفرج عليه. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك. طيب مدام سمر فين؟ كان في نادي احمد عرابي في الزقازيق. في نادي احمد عرابي في الزقازيق، نفس الاجابه. عجبني جدا ان انتوا اتفقتوا مع بعض على نفس الاجابه، برافو عليك. طبعا انتوا الاثنين خدتوا اهداف، اشكركم احمد ومريم. كان الفرح حلو؟ اه الحمد لله قوي، كان منظم كمان قوي، يعني مشي زي ما احنا كنا عايزين بالظبط فعلا. جميل جدا. السؤال الثالث، هنشوف السؤال الثالث، ملك ومحمود، محمود وملك. ملك خلي بالك، لو محمود جاوب صح رجع ب 25 نقطه، محتاجه تركيز. لو جاوبتي صح اتعادلتوا، اتعادلتوا وبقى باباكي هو اللي في المشكله. محمود جاهز؟ السؤال الثالث، جغرافيا، في اي محيط تقع جزيره بامبا؟ الاطلنطي. الاطلنطي اجابه خاطئه. محمود عندك اجابه؟ محيط هادي. المحيط الهادي اجابه خاطئه. بس الحمد لله. في تنزانيا، المحيط الهندي. كده هدفين مقابل هدف. بص بقى يا استاذ اسلام، من غير ما الدكتور محمد يجاوب هياخد 25 نقطه، ما عندكش اختيار غير انك تلحق ال 25 نقطه دول وتتعادل. نحاول. احاول احل، احاول. هنشوف. السؤال الرابع، حل المسألة الآتية، 25 في 5 ناقص 32 في 2 يساوي كام؟ إجابتك 63. إجابة خاطئة. هديك فرصتك في كام ثانية. إجابتك، دوس على البازر، 59. 2 زيادة و2 ناقص، ليه؟ جبتهم منين الأرقام دي؟ إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 61. السؤال ما كانش صعب ولكن كنتوا مستعجلين. هارد لك أستاذ إسلام، و25 نقطة لعيلة حمودة. عيلة الدسوقي المباراة صعبت عليكم، لسه ما انتهتش ولكن اتصعبت عليكم. هنشوف. عيلة حمودة النتيجة اتغيرت، 135. عائلة حمودة
85 عيلة الدسوق. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 90 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 45,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 110,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر.